أبوك هو سندك، أبوك سندك، أبوك هو عزوتك، من غيره ما تبقاش في دنيتك. الوحيد اللي يتمنى إن أنت تكون أحسن منه. الأب حقه مهضوم. اوعى تفكر في يوم إن أبوك بيكرهك. اوعى تفكر في يوم إن أبوك مش خايف عليك. أبوك سندك وعونك، دمعته بتسبق دمعتك، وزعله بيسبق زعلك. اللي عنده أب لسه مسنود في الدنيا، اللي عنده أب وبيشوفه ويسلم عليه يبقى لسه في الدنيا موجود بقوته. يا تحية لكل أب بيحافظ على أسرته وبيحافظ على أولاده وبيحافظ على بيته. الأب كيان، الأب رقم واحد. يمكن تكون الأم طبعا ليها كل الاحترام والتقدير والحب، بس أبوك سندك، يخاف تنزل دمعتك ويخاف عليك ويخاف تتهز في أي وقت. لو فرحت والله فرحته بتسبق فرحتك، ولو زعلت أبوك زعله بيسبق زعلك. ده غصب عنه لأنه دمك دمه وجلدك جلده. اوعى تفكر في يوم إنه كرهك. ده الوحيد اللي بيحبك وبيخاف عليك. لو جيت في يوم تعبت والله بيتعب وانت تعبان، ويمكن تعبه بيسبق تعبك، بس هو جامد، قلبه قلب أسد، بيخاف يظهر لك ضعفه وبيخاف يظهر قدامك إنه خايف عليك، بس خوفه جوه، فبيظهر لك، ربما يظهر لك إنه مش خايف عليك، لكن والله ما فيش أب محترم شريف بيخاف من ربنا، ما بيخافش على أولاده. نسمع كده الكلمة الجميلة اللي أنا نقيتها لكم عن الأب. الحصن والسند، أبويا الحصن والسند. انت تبكي هو اللي يدمع، بيخاف عليك من الهوى بس ممكن ما يوريكش ده. يحكوا علينا زمان وقالوا لنا لو جالك الطوفان ارمي ابنك تحت رجليك، ضحكوا علينا في الامثال، لكن ده مش كلام صحيح. لان لما الواحد بيصبح أب ويفهم يعني إيه أب، بيعرف الحقيقة. مفيش أب في الدنيا محترم ما بيخافش على أولاده، مفيش أب بيكره
ان ولاده يبقوا محترمين وفي اعلى الدرجات. الوحيد في الدنيا لو جبت لي اعز صديق ليك، اعز صاحب، لو بتنام مع واحد ليل ونهار وقاعدين واكلين شاربين نايمين في مكان واحد وتقول ده صديق العمر، مش هيتمنى لك ان انت تبقى احسن منه الا ابوك. الوحيد في الدنيا الحصن والسند بعد ربنا واللي يتمنى لك تبقى احسن منه. امبارح السوشيال ميديا جابت فيديو وتداولته بعض الوكالات وتداوله كل السوشيال ميديا، جابت الفيديو ده بعيدا بقى عن ان الاب اخطا وحب يعدي ويمر زي ما يعني مفتش المحطه بتاعت قطر الاسماعيليه قال لنا ان هو خد مر من مكان ما ينفعش يمر منه. المهم اللي احنا شفناه قدامنا ايه؟ رمى نفسه في حضن بنته. انا معاك ان هو غلط، انا عمري ما ببرر غلط، بس خلي بالك لما تطور الغلط ايه اللي حصل؟ رمى نفسه وحضن بنته عشان القطر ما يقربش وخلاص. قال لك ايه يعني اموت شهيد، المهم بنتي ما حدش يبص لها ولا يقرب لها ولا يلمسها. في ممكن واحد يعمل كده غير ابوك؟ الام طبعا لا حول لها ولا قوه، وقفت تصرخ. طب والناس اللي عامله ان هي خايفه عليك وقفت تدعي يا رب استرها عديها على خير، بس الوحيد اللي رمى نفسه في حضن بنته في المشهد اللي هنشوفه دلوقتي. عارف لو حد بيمثل فيلم وهيمثلوا المشهد ده اصلا هيبقى مشهد صعب، لكن ما بالك بقى ان المشهد ده مش تمثيل، ده حقيقه. حضن بنته، غلط وعدى من مكان ما ينفعش يعدي منه، انا ما ببررش وعمري ما هبرر غلط، بس لما حدث ان القطر هيعدي هيموت بنته رمى نفسه وحضنها وحط نفسه في وقت وفي مكان ما ينفعش يتحط فيه واحد في الدنيا كلها إلا الأب، إلا الأب. طب الأم تعمل إيه؟ وقفت تبكي وتصرخ، ما هي برضو قلبها ضعيف. أبوك سندك، أبوك حصنك. تحية لكل أب بيخاف على أولاده. خلي بالك لو الأب خاف على أولاده مش هنشوف غلط في الشارع خالص، مش هنشوف غلط، لأن الأب قلبه قلب أسد. ده حقيقة بقى، ما يعملش الحركة دي ولا يقف في المكان ده ولا يحط نفسه في المكان ده غير الأب. أنا بحييه طبعا على شجاعته، ولكن بقول له خد بالك، أي أب ياخد باله، ما تحاولش تحط نفسك في غلط. إحنا بنعلم ولادنا الصح وهنفضل نعلم ولادنا الصح. نروح بقى بسرعة لمولانا، مولانا الشريف ابن الشريف شيخ الأزهر. أنا بقول لكم اكتبوا ورا الراجل ده، اكتبوا وراه الكلام اللي بيقوله ده، مش بيقول أي كلام، ده الإمام الأكبر اللي العالم كله يعلم ويعرف مقدار الإمام أحمد الطيب الشيخ الولي الشريف ابن الشريف. ولا أزكي على الله أحدا والله حسيب.
تسمع الكلام. عندك شيخ أزهر إمام بيقول كلام هيقابل بيه ربنا، كلام موزون، كلام لما تسمعه كده عارف يعني تحس كده الكلام طالع من القلب فيوصل لقلبك. الإمام الطيب قال إيه بقى النهاردة في المؤتمر؟ شهادة للتاريخ، شهادة للتاريخ. إيه الشهادة دي بقى؟ أن الإسلام ظل، ما هو النهاردة احنا بنتكلم في جموع عاوزين يجددوا الخطاب الديني، واحنا نادينا في برنامج ضد الفوضى عن الكلام ده، تجديد الخطاب الديني. بس ازاي يتجدد؟ ازاي بقى؟ اسمع من الطيب ابن الطيب الامام الاكبر شيخ الازهر تفهم يعني ايه تجديد خطاب ديني. بس يا رب نفهم. بيقول ايه بقى سيدنا؟ بيقول لك شهادة للتاريخ إن الإسلام ظل مع التجديد قادر على المحافظة على مصالح الناس، وكان النموذج الأمثل في المعاملات. الله، ده إيه الإسلام؟ يعني دايما الإسلام ديننا الجميل ده حريص على أن يكون جديدا وملائما لكل ظروف الحياة المتجددة بما لا يقترب من الأصول. الأصول ثابتة، طب إيه المتغير؟ المتغيرات. طب ده لازم يوافق إيه؟ زي ما الإمام الأكبر قال التقدم العلمي، الله، والسلوك المتغير للناس. يعني الإسلام مش صلب وثابت، لا، ده مرن وبيتلائم مع الظروف، والتاريخ يشهد. وهو قال كده شهادة للتاريخ أن الإسلام ظل يلحق بمصالح الناس ويواكب مصالح الناس ومعاملات الناس. وقال إيه بقى في الآخر؟ إن التجديد قانون قرآني. ياه يا على الكلام الجميل. بقول لكم اكتبوا ورا الراجل ده، والله العظيم العلامة فعلا قال كلام النهارده، والله دمعت عيني، والله العظيم عيطت ودمعت وانا بحلف بالله. ليه بقى؟ لانه قال كلام موزون ما يطلعش غير من عالم. عشان كده النهارده لما تيجي تتكلم بقى عن الخطاب الديني وتفهم الحتة دي، الناس كتير جدا بيخشوا في تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني. طب الإمام الأكبر بيقول لك إيه؟ بيقول لك اللي يتكلم في الموضوع ده لازم يكون عالم. الله، يعني إيه؟ يعني اللي يدخل في الموضوع ده يكون أهل ليه، مش أي واحد يطلع يهري ويقول جددوا الخطاب الديني. لا، لازم اللي يطلع يبقى إيه؟ أول حاجة عندنا شيخ الأزهر، عندنا مجلس موقر من علماء الأزهر، عندنا دار الإفتاء المصرية وعلماء على أعلى مستوى في العالم بيعلموا الدنيا. خلي بالك لما تروح بره تعرف يعني إيه أزهر شريف. لكن النهاردة هنا، النهاردة عندنا في بلدنا في ناس مش فاهمة مقدار وقدر الأزهر الشريف. وتجديد الخطاب الديني ده مش معناه انتقاص من الدين خالص خالص، ده معناه ان انت دينك ده جميل بيتلائم مع معاملات الناس ومع مصالح الناس ومع سلوك الناس. عشان ما يطلع لناش واحد اهبل ما عندوش علم ولا عنده فهم ولا اي حاجه ويقول لك اصل ايه تجديد الخطاب الديني كده، مش فاهم حاجه، هو عاوز ايه؟ يعمل نفسه ان هو فاهم، سمع الجمله فيروح قايلها على الناس وناس مش فاهمه حاجه، تجديد الخطاب الديني. لا يا حبيبي، اهل العلم، خلي بالك، إن العالم على الشيطان كألف عابد. يا رب تفهم الرسالة، افهموا الرسالة يا جماعة. الدين بتاعنا دين مرن وجميل وسهل يخليك تضحك في وش أخوك مش تكتئب.
الدين الاسلامي او الاسلام الحنيف عمره ما كان بيوجه الناس للاكتئاب او الانتحار، لا، ده ديننا دين حب ودين احترام. ربما زي ما الامام الاكبر قال في بعض الناس بتكيد له ولكن لن يناله. ليه؟ لانه محفوظ بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده تجديد الخطاب الديني او تجديد الفكر الديني الاسلامي بيكون ازاي؟ ان انت لو في شويه تراب كده على الترابيزه بتمسحهم فترجع الترابيزه جديده، هي ثابته جميله وزي الفل، بس تمسح عليها التراب شويه كده تنور، واخد بالك؟ تغير الاضاءه بتاعه الاستوديو، واخد بالك؟ لكن هي اضاءه ثابته موجوده بتنور للناس في الظلام، تمام؟ طيب، ويكون الاداره ازاي تجديد الخطاب الديني؟ تجديدها بالعلم، بالعلم، مش بالهري، مش بالسوشيال ميديا، مش بالمواقع اللي مش كويسه، مش بالمواقع اللي هي بتخش تقول كلام مش بدون فهم وبدون علم وبدون ترتيب وبتتهكم. احنا عمرنا ما تهكمنا على حد، بنحترم الانسانيه. النبي محمد والميثاق القرآني بيحترم الإنسان. أنا بحيي وبشكر وببوس إيده ورجله على الكلمات الجميلة اللي قالها النهاردة الإمام الطيب. نطلع فاصل مع الإعلان وأشوفكم بعد الفاصل. ورجعت لحضراتكم تاني ونتكلم بقى عن الرعب اللي أصاب كتير من الناس. إيه هو بقى؟ الكورونا. إيه هو الكورونا ده؟ دي شوكولاتة كنا زمان بناكلها إحنا، كانت من أجود أنواع الشوكولاتات. أنا مش بعلن عنها، معرفش هي موجودة ولا مش موجودة، المهم يعني بلد الصين العظيمة ظهر فيها وباء، واخد بال حضرتك؟ ايه بقى الوباء ده؟ كورونا ده بيعمل ايه وايه مشكلته؟ منظمة الصحة العالمية مشكورة بتقول لك ان كورونا مش زي ميرس وسارس، هو يعني اقل منهم شوية خطورة، هما بيقولوا كده. بس كورونا ده بقى الوباء ده او المرض ده يعني بينتشر ازاي وبيؤدي لايه وازاي نقي نفسنا منه؟ ما هو الاعلام كده لازم يفهم الناس. ما هو خلي بالك الناس بتموت والعياذ بالله، ربنا يحسن ختامنا جميعا، بسبب حاجات بسيطه جدا ممكن نعملها ما تخليكش تبقى تخليك في صحه جيده. طيب منظمه الصحه قالت لك ايه؟ بتقول لك ان كورونا ده الوباء ده المرض ده ربنا يعافينا واياكم، ايه اعراضه الاول؟ اعراضه ان انت بيجي لك التهاب في الحلق، في الحلق، يبقى الحلق عندك ملتهب، او سخونيه، او سيلان في الانف. ربنا يحميكم ويحفظكم ويحفظ اولادنا واولادكم ويحفظنا كلنا. سيلان في الانف، سخونيه او حمى ثابتة، تفضل ثابتة معاك والعياذ بالله، ربنا يحفظنا جميعا. طيب انتشرت في الصين، انتشرت في الصين وفي 80 حالة لغاية دلوقتي، ده إن ما كانش زادوا توفاهم الله سبحانه وتعالى. وفي الصين حوالي أو على مستوى يعني المعلومات من منظمة الصحة العالمية حوالي 2700 واحد مصابين بهذا المرض او بهذا الوباء. ربنا يحفظنا ويحفظكم. طب بيجي منين بقى؟ بيجي من ايه؟ ربنا يحفظنا. بيقول لك بيجي من الناس اللي ملاصقين للحيوانات البريه. استر يا رب. الناس اللي مربيه قطط وكلاب في البيوت، واتكلمنا عن كده قبل كده. الناس المربية حيوانات في البيت، خلي بالكم أول من يصاب بالمرض مش الإنسان،
منظمة الصحة اللي بتقول كده، الحيوانات، القطط، كلاب وغيرها من الحيوانات. طب ايه اللي بيحصل؟ الانسان بيلامس هذا الحيوان، الافرازات اللي فيه او لعابه او بيجلسه او بيملس عليه، فينتقل المرض من الحيوان. يعني اصلا المرض ده سارس وميرس وكورونا اصلهم مش الانسان، اصلهم الحيوان. ها، اللي مربين كلاب في بيوتهم، ما قلتش ما تربيش، قلت الكلاب للحراسه وقدام البيت وما تدخلهمش في اوضه نومك ولا تحطهم لي في العربيه، بتجيب امراض يا حبيبي. خلاص بقى، حميه بالشامبو كل يوم، واخد بالك؟ حميه بالشامبو، انا مش زعلان، مفيش مشكله، بس مش الشامبو الرخيص بقى، الشامبو الغالي، واخد بالك؟ اللي انت بتستحمى بيه، وتسيب الفقير في الشارع مش لاقي غطا يغطيه، انت كده انسان؟ لا، انا بقول لك ارقف بالحيوان، انا معاك، بس خليك عندك عقل. النهارده الحيوانات بتتناقل هذه الامراض، واخطر مرض في العالم كله دلوقتي. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه حضرتك؟ نعمل ايه عشان ربنا يعني يقينا او ينجينا من هذا المرض؟ طب الحمد لله مصر بلدنا الجميله اللي احنا عايشين فيها وبنحبها وبنحب ترابها، ما فيهاش حاله واحده من فضل ربنا علينا. طيب هقول لكم ازاي نقي انفسنا، بس قبل ما اقول لكم هقول لكم استعدادات وزاره الصحه. وزاره الصحه المحترمه بتاعتنا 55 مليون جنيه، وخرجت عربيات ذاتية التعقيم. وزارة الصحة عندنا خرجت 55 سيارة ذاتية التعقيم، واخد بال حضرتك، ودربت أطقم من الأطباء والممرضات والممرضين المحترمين والمسعفين على أعلى مستوى. أي حد جاي من بره من الدول خاصة بقى، عشان نبقى فاهمين بس، لان هو المرض انتشر في الصين طبعا، ده مبدئيا الصين كده اتقفل عليها، اي حد هيجي من الصين لازم يتكشف عليه. حتى هم دلوقتي عاملين تفتيش على جميع المطاعم الصينيه. جميع المطاعم. بس هو بيقول لك المرض جاي من الحيوانات. استر يا رب. استر علينا يا رب. ابنك يعيط تقول لك انا عاوز كلب اربيه بس. طب ربي نفسك. ربي نفسك يا حبيبي. أسرع واحد يجيله المرض اللي هو ملصق للحيوانات، الناس اللي عندها حيوانات في البيت، خلي بالكم. ها بعيد الكلام تاني أهو. طيب وزارة الصحة مشكورة بتاعتنا، ربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا يا رب. بيقول لك إن المرض ده متوسط الإصابة بيه من سن الأربعين لغاية إيه 60 70 كده يعني، لكن الأطفال الحمد لله لم تثبت حالة واحدة إن في طفل أصيب لغاية دلوقتي، ده من فضل ربنا. طيب موجود في بعض الدول؟ اتوجد في بعض الدول غير الصين. طب بلدنا بتعمل ايه؟ كل المطارات دلوقتي والمواني مقفوله، اي حد جاي اهلا وسهلا بحضرتك يتكشف عليه. عندنا، طب وجدوا حاله، عندنا عربيات ذاتيه التعقيم في مصر ب 55 مليون طرحتهم وزاره الصحه وخرجتهم للناس في المواني والمطارات الموجوده في مصر، اي حد هيتم يعني هيتم اخده في العربيه دي ويتم علاجه على رفقه الدوله عشان لا يصاب احد. والحمد لله لم تثبت حاله واحده حتى الان. واخواتنا في الجاليه المصريه في الصين الحمد لله طمنونا عليهم، والحمد لله ما فيش اي حد اصيب فيهم بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ اولادنا، احنا مش ناقصين، مش ناقصين، ربنا يحفظنا. طيب نرجع بقى، قلت لكم ان المرض ده بينتشر والعياذ بالله بالايه؟ بملامسه الحيوانات. طب لو المرض ده عند انسان، كورونا ده، طيب ما تخليش حد يعطس في وشك، لا مبدئيا كده. هتعطس منديل ورق جميل او مبلل واعطس بعيد عن اللي جنبك. هتكح، كح بعيد عن اللي جنبك او اللي في وشك، ولادك او اهلك او ناسك ايا كان. طيب نقلل السلامات، معلش
نقلل السلامات على الناس شويه، محدش يفهم كلامي غلط. ليه؟ ممكن واحد يكون مريض عنده مرض مثلا، يعني عنده انفلونزا، ما تعرفش نوعها ايه لغايه دلوقتي، ما هو مربي لي كلب في البيت، مربي كلب قد الاسد كده واخد بالك، ومربي لي قطه ومربي لي قرد، وخلاص بقى جنينه حيوانات في البيوت. طيب انا ما بقولش ان احنا ما نرقفش بالحيوان على فكره، عشان بس ما حدش ياخد كلامي يقول لك ايه، لا يا انا بقول لك ارقف بيه ما فيش مشاكل، بس افهم انت بتعمل ايه. اسرع واحد تيجي له الامراض دي اللي عنده حيوانات في البيت. اهي دي رساله من منظمه الصحه العالميه، مش من وائل ابو شوشه، دي منظمه الصحه العالميه اللي قالت كده. طيب نكمل كلامنا، ما تسلمش على واحد لو عنده برد، خد بالك وما يزعلش منك، احنا في ظروف دلوقتي صعبه، المرض منتشر في كثير من الدول، طب ناخد بالنا. واخد بال حضرتك؟ لما يجي لك على طول سخونيه او التهاب في الحلق، على طول تطلع على الحميات، او على طول تطلع على اي مستشفى حكومي او مستشفى خاصه يكشف عليك ويطمئن عليك، وخاصه لو استمرت السخونيه معاك. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. طيب لو واحد لمس واحد عنده المرض ده ممكن ينتقل اليه، ياتي بالملامسه او بملامسه الافرازات، ما ممكن واحد يعطس فيروح حاط ايده ما يحطش منديل خد بالك، فيسلم عليك تروح حضرتك داعك في عينك خلاص المرض جالك، واخد بال حضرتك؟ مصيبه كبيره، فخدوا بالكم، محدش يزعل من اللي احنا بنقوله. ده مرض منتشر في بعض الدول، واحنا بنحافظ على اولادنا وبناتنا وربنا يحفظنا يا رب العالمين. طيب ايه الوقايه بقى اللي منظمه الصحه العالميه بتقولها لناسنا واهالينا في كل العالم؟ بتقول لك ايه بقى منظمه الصحه العالميه مشكوره، بتقول لك دايما تحافظ ان انت تغسل ايديك بالميه والصابون، مع ان ده الطبيعي يعني، ده الطبيعي يعني، اغسل ايدك بميه وصابون يا حبيبي، اغسل ايدك دايما بميه وصابون تمام. طيب اوعى حد يعطس في وشك، اوعى حد يكح في وشك، ما تضمن الرذاذ اللي بيطلع ده، لا والعياذ بالله، لو كان الشخص عنده، ما انت ما تضمنش ده مربي عنده حيوانات في البيت ولا ايه الدنيا فيها ايه، ده في ناس معاشرة الحيوانات في البيت اكنها يعني ولادها، احنا في ظروف طارئة، في ظروف طارئة. طيب اللحوم اللي بتجيبها حضرتك، جبت فراخ جبت لحمة، اي لحوم تجيبها في البيت تخلي درجة طهيها، الطهي بتاعها يبقى عالي قوي، يعني تطهو الطعام، تخلي الطعام يستوي قوي. ليه؟ عشان المرض ده سواء ميرس او سارس او كورونا ايا كان، ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب العالمين. هما لسه ما اكتشفوش المصل العلاج بتاعه، لسه قدامهم شهر او اتنين او تلاتة، هما بيسعوا، لكن ما فيش حد يقول لك هما وجدوا مصل، لا لسه خلاص. طيب يبقى نسوي الاكل ايه؟ نسوي الاكل على درجة عالية جدا من الطهي. ليه؟ عشان لما درجة الحرارة بتعلو، لو في بقى والعياذ بالله الفراخ دي فيها مثلا يعني انفلونزا الطيور، فاكرين زمان الكلام ده، او المرض انتقل للحيوانات اللي جايه من بره، ما احنا بنستورد خلي بالكم فراخ من بره، مش كلها فراخ مصريه يعني، وساعات بنجيب لحوم من بره عادي، استيراد عادي، ما تضمنش بقى الحيوان ده ممكن يكون ايه لقط. خلي بالك برضو معلومه مهمه جدا في كورونا ده، بيقول لك ان ممكن ينتقل المرض من واحد مصاب ما ظهرتش عليه اعراض الاصابه لواحد تاني، يعني ممكن واحد لسه الاعراض ما ظهرتش عليه، ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. فينتقل المرض من واحد لسه ما ظهرتش عليه الاعراض لواحد تاني، يعني واحد عنده المرض والعياذ بالله بس لسه ما ظهرتش اعراضه عليه، طب ليه مضاد حيوي لسه ما لقلوش مضاد حيوي لغايه دلوقتي؟ طيب يبقى تعمل ايه؟ ابعد شويه عن الحيوانات، ابعد شويه عن الحيوانات. طب ابعد شويه، الناس اللي عندها برد تاخد بالها من نفسها، تكشف على نفسها بسرعه، ما تستناش ان انت تسخن ولا الحلق يلتهب والعياذ بالله، ربنا يحفظنا واياكم، وان شاء الله احنا معصومين، وان شاء الله احنا محفوظين، واولادنا ان شاء الله محفوظه وبلدنا محفوظه، ويحفظ بلدنا يا رب العالمين. طيب نتلقى بقى اتصالات عن الابوه من حضراتكم، لأن موضوع الأبوة ده موضوع جميل قوي وموضوع مهم جدا، وبالمناسبة طبعا لو جات لنا اتصالات دلوقتي هنستقبلها إن شاء الله في موضوع الأبوة. برضو ما
من ضمن الحاجات المهمة، من ضمن الحاجات اللي طرقت علينا من يومين بالظبط، موضوع النقاب في هيئة التدريس اللي صدر في حكم نهائي بعدم ارتداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات النقاب وهي بتدرس. طب ده معناه ايه؟ معناه واضح جدا. النهارده حضرتك بتعلمي، خلي بالك برضه عشان النقاب ليس فريضة، عشان الناس تفهم بس الكلام اللي احنا بنقوله. وانا دراستي اصلا شريعة، بعيدا عن الحقوق وبعيدا عن القانون، النقاب حضرتك لما بتروح تحجي، لما بتروح تحجي بيت ربنا سبحانه وتعالى، ايه اللي بيحصل؟ فرض عليك تكشفي ايدك وتكشفي وش حضرتك وتستقبلي بيت الله الحرام وتطوفي. ينفع تطوفي بالنقاب؟ اتحداكي ما ينفعش. طيب يبقى هي مساله خلافيه في ايه؟ في فرضيته، هو مش فرض. وانا بقول لك النقاب مش فرض. طب هو ليه صدر الحكم ده وصدر من اهلنا القضاه المحترمين؟ عندنا قضاه محترمين نحترمهم ونجلهم ونقدر احكام القضاء. هو النهارده حضرتك لما بتدرسي الناس، يعني انت انسانه فاضله، دكتوره محترمه، متعلمه على مستوى عالي من العلم، بتعلمي الطلبه، تمام. الو معانا اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ وائل؟ زي حضرتك. الله يسلم. مين حضرتك؟ طب تقولي نتكلم عن الابوه يعني. اتفضلي يا فندم، مع حضرتك. انا عايزاكم تدعي له لبيه بالشفاء. ربنا يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. طب كلامي صح ان الاب ده من غيره مفيش سند؟ لا، هو بقال اسبوع تعبان، وربنا يشفي كل مريض يا رب. ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله. ظهري احنا كل حاجه ليه بندعو له على الهوا اهو، يا رب يشفيه ويعافيه ويشفي كل مرضى المسلمين ومرضى مرضانا جميعا. اي انسان مريض ربنا يشفيه. ايه يا استاذ بقى، اقول ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين واحنا مرضانا كلهم يا رب، مسلم او غير مسلم. طيب هو تعب كتير. بتحبي الوالد موت، اكتر حاجه في حياتي بحبها اكتر من والدتك. هي ابويا اكتر هو حنين، هو بيحبنا وحنين اكتر من والدتك ولا هو اكتر؟ لا هو. ربنا يحفظه لك ويديله الصحه، واحنا بنبلغه على الهوى حبك وتقديرك له، وان شاء الله انت هتاخدي الاجر. لان خلي بالك انت لما تبري ابوكي مفيش حاجه ببلاش عند ربنا. الو معانا محمد من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ محمد. اسمح لي اقدم تحياتي لحضرتك واسره البرنامج وقناه الصحه والجمال. احنا متشكرين يا فندم. والله حضرتك يعني انت كلام حضرتك جميل جدا جدا بامانه. يعني احنا في وقت دلوقتي حضرتك، يعني انا نفسي والله لما بقابل واحده في اللي عندنا في عربيه متنقبه اخاف ادفع لها الاجره، تكون واحده غريبه ما اعرفش، اختي من امي والله العظيم ما اعرفش مين، بتحرج حتى ادفع لها الاجره. ماشي، انا هسيبك تتكلم، مع ان انا موضوعي مش النقاب بس انا بتكلم في الابوه، بس هسيبك تتكلم. ده بالنسبه لموضوع تمام حضرتك. احنا يعني في انا مش يعني علامه قوي حضرتك، بس بكلمك على سبيل الموضوع ده الهام. يعني دي حاجه ان انت تعرضت، يعني لما تكون واحده منتقبه فانت ما بتعرفش تتعامل معاها يعني. يا فندم النية بالقلب النهارده، بس هي برضو خلي بال حضرتك المنتقبه عموما هي ليها هدف، هي عاوزه تداري وشها، سواء كان ده يعني سنه او يعني هو مش فريضه، ولكن في اختلاف. لكن احنا بنقول ايه؟ صدر حكم لهيئه التدريس بالجامعات المصريه ان هم ما يرتدوش النقاب اثناء التدريس. ما بيقولش ان الحكم، خلي بالك عشان تبقى فاهم الحكم، الناس تبقى فاهمه، ده مش معناه ان هي ما ترتديش النقاب، لا هي ترتديه براحتها، بس هي بتدرس للطلبه، تروح رافعه النقاب وتعلم اولادها او بناتها وتفهمهم، ويبقى في استيعاب وتلقي ويبقى في نوع من انواع واخد بال حضرتك، العين في العين، التواصل. لكن مش معناه ان هي تقلع النقاب خالص، لا هو الحكم مش كده، عشان ابقى فاهمين بس الكلام رايح فين. واخد بال حضرتك، هو الشرط هنا او الحكم هنا فرض ان هي وهي بتؤدي التدريس لاولادها في الجامعه وبتعلمهم تكشف النقاب. انا بقول لحضرتك اتحداكي
لو رحت عند بيت ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا واياكم ان شاء الله حج بيته الحرام، لازم ترفعي النقاب، تكشفي وجهك وتكشفي ايديكي. خلاص. طيب عشان ما نخشش بقى في خلافيه الامر، احنا بنتلقى اتصالات دلوقتي في موضوع الابوه. الاب يا جماعه ابوك حبيبك، اوعى تبقى عاق لابوك او امك، ده باب جنه. ابوك ده باب من ابواب الجنه. ابوك ممكن ما تخشش الجنه بسببه. يا نهار ابيض، اتعصب عليك معلش، شتمك معلش حط وشك في الارض، ضربك معلش، اوعى تزعله في يوم من الايام، اوعى تزعل ابوك. ابوك سندك وحصنك. يا بخت اللي عنده اب محترم، يا بخت اللي ابوه موجود وبيسنده. اذا انت عيطت هو يدمع قبلك. النهارده ورينا لكم واتكلمنا عن الأبوة عشان نعرف مقدار الأب. كنت معاكم وتشرفت بحضراتكم، وأتمنى أن أتواصل معكم بإذن الله سبحانه وتعالى. برنامج ضد الفوضى وائل أبو شوشة، أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.